بداية وبولاية وهران، وسط ظروف غامضة اختفت منذ مساء أمس التلميذة فاطمة الزهراء عبد الله ميلود البالغة من العمر 13 سنة والتي تقطن بحي المقري سانت جان. التلميذة تدرس بمتوسطة بلحسن هواري، خرجت من منزلها العائلي للدراسة في الفترة المسائية ولم تعد إلى حد الساعة. هذا وقد سارعت العائلة للبحث عنها في كل مكان وأيضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقاموا بالإبلاغ عن اختفائها لدى مصالح الأمن. التفاصيل في ميكروفون زميل عبد العزيز حشاني. حنا هاد الشيء رسلناها تقرا صباح، جات نور مع 12 فطرت وكاع مع الوحده خرجت تقرا في الصيام تاع بن الحسن الهواري، سموها عبد الله ميلود فاطمه، عندها 13 عام ونص، راحت تقرا نورمال على الوحده ونص، كي راحت تقرا نورمال شي جات الخمسه ولا والديها بداو يتهولوا عليها، كي ولاو يتهولوا عليها ما بان الشيره، قلنا بالك راه عند صاحبتها، قلنا بالك راه عند فاميلتها، منا كي جات العيشه ركبنا الشك، رحنا للامن الحضاري الرابع تاع سانت جان، خاطش هاد الشيره تسكن في سانت جان، دروك ما هضرنا معاهم قال لك على 24 عاد كاينه باش تقولوا لنا، عاودوا ولوا عنا، كي ولينا على 24 رسلنا لهم التصويره وكاع، الشيره مازال ما تبان، راهي تخاف باش تطلق ولادها، راهي تخاف باش تطلق بناتها، وراها الامن وراهم الكاميرات اللي يقولوا رانا نديروا في الكاميرات ونديروا. شو ولا هذا غادي نبقاو غير كيما هكا، ها كيما انا عندي بناتي، دروك تسمى ما نرسلهمش يقروا وحدهم، تسمى غادي نربد كابوس ولا نربد سيف ولا شنو نربد. لا بغيتو ربي ما نطلبوا لكم والو، جيبوا لي غير بنتي بينوها لي، بينوا لي غير بنتي، جيبوها لي حيه ولا ميته بينوها لي، انا ما نجمتش، من يامس رانا الشياطين، من يامس رانا نبكوا، من يامس رانا نجروا على كيما هكا. نحوسوا عليها غير تولي، لا يهديكم. ديروا حال راها كل يوم وحده. شيقات كل يوم وحده كل يوم وحده كل يوم وحده من دار بزاف علينا، دوك هاد الناس هاد العائله راها شايطه، هذه صاحبه بنتي، دوك هذه من راحت اليوم انا غدوه بنتي تروح. رانا خايفين بان نروحو نقرا هادي اليوم راحت. كنت وحشتها كبرت معاها وكنت نلعب معاها، ما عادش راحت تقرا تاني هادي. جيبولي صاحبتي جيبولي وحشتها.